مرة هاي مش لاقوم النوم عيوني ماني مثل البيبراني بس خوفي بشبح حباتي مرتي وبنتي وأنا واحد اثنين ثلاثة يلا فادي شو صار يا حبيبتي دي بها شي لا ما بها شي ليه وعيتك وعيتيني شو قولك حياتي وعيتيني لك انت وعيتيني انت نقتيني فزعتيني ولك حياتي شو وعيتيني معقول لك حياتي لا شو وعيتيني بنص الليل ساعتي بعد نص الليل شو وعيتيني انت قلقت عم تطمن عليا ولك يا حياتي لك شو قصتي كل نص ساعة بتيجي بتشوفي هالبنت إذا عم تتنفس لك يا حياتي ما بهشي البنت لك نامي نامي عم تلعبي بأعصابك وأعصابي خاف نحن ونايمين يوم يصير لها شي بدون ما نحس عليها شو بدي يصير لها البنت؟ شو بدي يضربها الطرقان؟ شو بدي يصير لها لك البنت؟ ما بهشي لك يا حياتي إذا حدا بهالبنت بده يصير له شي هو أنا كل تكتي بتوعيني كل تكتي بتأذيني شو بدي اعمل لك يعني؟ والله انا هيك بنتي ومين شغل بالي عليها؟ لك يا حياتي هذه وسوسه، انت موسوسه، انت حياتي انت مرة موسوسه، خلص نامي لك يا حياتي نامي. مين جنينه؟ جربي يا حياتي، جربي. مين جنينه؟ لك شو بتجيك نام؟ جربي تنامي بتنامي نامي لك يا حياتي. اوكي. بونوي. بونوي. لوين؟ بدي اطمن على البنت قبل ما نام. بدها تطمن على البنت قبل ما تنام. من اربع ساعات عم نحكي، بدها تطمن على البنت قبل ما تنام. ليش بدك تطمن على البنت قبل ما تنام؟ مش عم بفهم، لك حياتي ليش بدك تطمن عليها؟ ما بها شي البنت، شو جنيتي لك حياتي؟ لك هيدا خوات، لك بلا هبل ولك يا قرين البنت ما بها شي، لك انا ما شفت مرة بحياتي هالقد موصفة على بنتها، نامي وخلصيني نامي. خلص احني، بنوي. بنوي. ما بها شي صحتها مثل الحديد حاجه تفولي على البنت بعدين وطي صوتك هلا بتوعى بايش نخلص ما عم فول على البنت بس اول على اخر لازم يكون عندنا حكيم اطفال نوثق فيه لحتى اذا صار ما صار نقدر ناخذها لعنده او اذا عندنا شي نتعرف نسال على التليفون لك حياتي في هذا الحكيم يلي اهتم بدي وقت خلقت بالمستشفى شو؟ هيدا اللي اجى يبشرني انه بنتي مع الصيدا وضحكته كانت لولد ناه شو بدك يعني؟ يبشرك هو عجبك؟ لك يا حياتي هو استعمل هاي الطريقة لفهمك انه صفيرة مش شغلة خطرة، والبنت دغري رح تصح منها، بعدين وطي صوتك، إذا وعي الدية هلا رح تروح سهرتنا صباحا. والله أنا هيدا الحكيم استفولت منه، بنتي على وجهه عملت صفيرة، ما بدي هي. ولا بدي حكيم بنتي عنده، ولا بدي شوف صورة وجهه من الأساس، أنا بدي حكيم مهضوم. خلص بوعدك حياتي، من الصبح حفتشتك على أهضم حكيم بالبلد. وحكيم شاطر كمان. شاطر، شو شاطر كمان؟ وطي صوتك لك يا حياتي وطي صوتك بدي أفضل حكيم بلبنان يا حياتي بلبنان وبالمهجر كمان بس نامي وطي صوتك لك يا حياتي الساعة 4 وبعد ما نمت بكرة عندي شغل بدي نام منين هالشيء
تأخرت شوي ببيتي. ثاني مرة بس بدك تتأخر ببيتك بعطيني خبر. تما اجي وتصبح بنقفة تما اقول غير شي. دخلي حماتي مش مبكرة شوي علينا انت بالمسجد لعنا؟ لك يا فتحي يا رزق يا عالمي يا كريم. الساعة 8 الصبح بعدها. انا حرة. هيدا بيت بنتي وساعة البدي بيجي علي. لعمل طب كيف فتت بالبيت؟ لك كيف فتت شو كاسبر انت؟ لك مين ما كان يفتح الباب وخط لعندي انا؟ كيف فتت بالمفتاح؟ بنتي عطتني المفتاح. تما ابعد عجرة ولا بدك ياني كل ما اجي اقومها متاخد ويلك ان يوم والدي لتفتح لي. لا وانا وانا بنتي والله بنتي قاعد اتمشى تحت على الكورنيش وانا عجو ونايمه. وديا ديا هلا انا نمت ديا من الساعة 4 وانا عم هزلها لتنام وغني جا لتنام وما كانت تنام هلا نامت. امتى لبست وبدي اروح على شغلي؟ يا تخبرني ان شاء الله. عن جد بنسي حماتي مش اجو لا البنت معقولي من الساعة 4 ما نامت؟ اكيد مبغوصة. لا والله ما قروصة. شنو؟ مهروسة بنتك قرصتها لأنه بالليل حسيت عليا أنه مش كتير هيك مش عم تتنفس علم مدري شو بها لا تتأكد قامت قرصتها وهيك صوت بالسماء وصوت بالأرض. يا تقبرني إن شاء الله بتضل بينا مشغول عليا. ليك شو عم تعمل طنجرة مغلية؟ لا حبيبتي هيدي طنجرة قهوة. يلا خاطر حماتي يلا يلعن على هذيك الساعة. يلا يبعث لك شاطرة وماطورة يا رب. لك دار بتسبة ترين ايش واحد نين بالقطرة وماطورة يدعشك ويريحني منك وتاني تهزك حبيبي والله اقبل عليك. لك مين شو بلعب لك دار بيه بعث لك شو واحد أعمى يهزك ويريحني منك. تعمل يا دخلك شو إلك ساعة عم بتعق؟ شو في هالجالون على المضبوط؟ أي جالون؟ اللي بإيدك غير ترموس. ترموس أنت مش عاجبني أبدا اليوم يا فادي. وصلنا يلا بخاطرك معلم أخول. شو معلم أخول؟ وأنا أقول ليش عم يعملني بكل تهذيب؟ تاري مفكرني معلم مخول. قوة الزلمة